السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة الأيام، ونحن نغطي آخر التطورات فيما يحصل في لبنان والمستجدات على أرض الميدان، وأيضا تبعات استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وما يحصل في اليمن وأيضا في العراق. أرحب معي في الاستوديو بالدكتور عبد الأمير العبودي الباحث في الشأن السياسي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك ضيفا عزيزا، حياكم الله. وأيضا السيد حزام الأسد عبر سكايب عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أهلا بك سيد حزام، حياكم الله. لكن قبل البدء لنتابع هذا الفصل. باسم الشهداء، باسم عوائل الشهداء، باسم الجوحى في المستشفيات، باسم الذين فقدوا عيونهم وأكفهم، باسم كل الناس الصابرين والصامدين والثابتين والأوفياء، باسم كل الذين تحملوا مسؤولية القيام بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني والديني في نصرة غزة التي تتعرض للإبادة الجماعية والقتل الجماعي والجوع والعطش والمرض والحصار. نقول لنتنياهو وجالنت، نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. ابدا مع دكتور عبد الامير العبودي. دكتور، يعني بدايه كيف تلقيتم نبأ استشهاد السيد حسن نصر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. بدايه لابد لي وان كان يعز علي ان اتقدم بالتعزيه الى كل الشرفاء في العالم، الى كل المجاهدين والمناضلين، الى كل الذين ابوا الضيم، الانكسار، الخنوع، إلى كل الذين تحملوا هذا الذي يحدث على كل المستويات من أجل أن يصلوا إلى ما أراد أن يصل إليه سماحة السيد. لهذا أنا أشعر حقيقة بعدم التوازن، وأنا بالنيابة عن نفسي، بالنيابة عن أهلي، بالنيابة عن أقاربي وعن عشيرتي، وبالنيابة عن أبناء جلدتي، بالنيابة عن قومي، وبالنيابة عن أبناء وطني، أتقدم بالتعزية إلى صاحب العصر والزمان، أتقدم بالتعزية إلى مراجع الدين العظام، أتقدم بالتعزية إلى كل شرفاء بالسيد نصر الله. وهذا كلام ما كنت يخطر في بالي أني سأقول في يوم الأيام هكذا. موضوع أن كيف تلقيت الخبر، الحقيقة أولا لابد لي من أن أقول بأني كنت على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يحرس السيد، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقدم السيد بطريقة تؤدي بعد ذلك إلى انكسار أو إلى ضياع أو إلى هاوية. وفعلا حدث ذلك، أن السيد حين يعني استلم مهام القيادة في حزب الله كان الحزب غير شكل، وكانت المعركة غير شكل، وكان الإسرائيليون أقوياء جدا، وكان المجاهدون ضعاف جدا. السيد نصر الله على امتداد تقريبا 32 سنة نقل الحزب نقلة عالية، ونقل الإنسان نقلة عالية، ونقل المقاومة نقلة عالية، بحيث الآن الشرق الأوسط مقاوم بنصر الله، والشرق الأوسط ثابت واستطيع أن يجاري إسرائيل، هذه الدولة التي أعد لها منذ، ودعني أقول هذه الكلمة، منذ آلاف السنين. هذه الدولة التي تمد بالسلاح والقوة والمال والعون والمناصرة من قبل أوروبا التي تدعي الإنسانية، ومن قبل العالم، كل العالم المتحضر بين قوسين، وهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كيف يمكن للسيد نصر الله يجابه هذا المد الهائل من القوة والعنفوان وعدم الانضباط في الأخلاقيات؟ لكنه قاوم وثبت وأسس لنا فكرة كانت قد محيت تماما، أنك ومهما كنت وعلى أي مستوى كنت وفي أي واد سحيق من الضعف كنت، بإمكانك أن ترتقي إلى مستوى العظمة والثبات إذا ما
أبقيت نفسك ضمن هذا الدائرة، دائرة الثبات. لهذا أن السيد نصر الله صاحب فضل على الناس في الشرق الأوسط وفي العالم كله، أن صنع الوجود الكبرياء العزة، صنع القدرة، صنع إمكانية أن تكون مقاوم. بالمناسبة وعلى إثر موقف حسن نصر الله تشكلت المقاومة الفلسطينية، وأقولها ولست مترددا، من 48 إلى حد السيد نصر الله أو لعله في أيام عباس موسوي المقاومة كانت مختلفة. كنا نسمع عن استشهادي هنا استشهادي هناك ولا يستشهد أصلا ما يقتل، وعملية تجرح إسرائيلي هنا وعملية تجرح إسرائيلي هناك، وحروب كاملة تخوضها أمم أمة العربية الواحدة العظيمة التي انهزمت وتركت المعركة وأسلمت كل شيء لإسرائيل على مستوى سيناء وعلى مستوى الجولان وعلى مستوى بدول بأكملها. يأتي حسن نصر الله ليثبت عكس هذا كله، ليقول أن المقاومة تصنع القوة والصلابة وتحرير الأرض بفتية آمنوا لا يتجاوز أعدادهم ربما عشر 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 أي جيش من هذه الجيوش المدخمة بالسلاح والمال والأعداد. حسن نصر الله ضرب الأبجدية، ضرب نواميس الطبيعة. كل العالم يتوقع أنه لابد حين تقاتل جيش لابد أن تكون كفءا أو ندا له، لكن حسن نصر الله لم يكن حتى لا 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 يمتلك جيشا ولا يمتلك عدة ولا يمتلك عدد، يمتلك القوة، القدرة، الثبات. من أين جاء بهذه القوة؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو هذا الذي ألهم الناس عشق نصر الله. الآن وأنت تمشي بالشوارع تستطيع أن تجد ناس يتفاعلون مع حسن نصر الله، يبكون على حسن نصر الله. لماذا لم تبكوا على غيره من المقاومين؟ يبكون على حسن نصر الله معتقدين بأنه أكثر صدقا. بالمناسبة الإسرائيليون يعتقدون أن حسن نصر الله أكثر صدقا، وهذا هو الديدن. حين يقول ابن أبي الحديد في مقدمة شرح النهج يتحدث عن أمير المؤمنين يقول شهد له أعداؤه قبل أصدقائه بفضله، والذين شهدوا لنصر الله هم الإسرائيليون والأمريكان وأوروبا. وجاء زعيم الأمم المتحدة كوفي عنان إلى مخبأ السيد نصر الله والتقى به وأملى عليه شروطه، بل وأملى شروطه على الجيش الإسرائيلي العتيد المدجج بكل شيء، وأملى شروطه على الآخرين، وبدأ الناس يتنفسون الصعداء، يتنفسون الحرية، الثبات، القدرة، القوة، الإمكانية أن نكون مقاومين. تحولت الشرق الأوسط بعد ذلك من نقطة أريد لها أن تكون مركزا للعهر ومركزا للخنوع ومركزا للسقوط، تحول الشرق الأوسط إلى مركزا للمقاومة العالمية. الكل يتغنى بالشرق الأوسط وبحسن نصر الله. لهذا فإن ما يمتلكه حسن نصر الله هو ما لا يمتلكه الآخرون، من حيث ثلاث نقاط سريعة أوجزها لك. أولا أنه اختار كيف يعيش، ولم يختر له أحد حياته، هو اختارها، اختار كيف يعيش، بالأنفة، بالكبرياء، بالعزة، بالثبات، بالقدرة، برفض الآخر، واختار لنفسه كيف يستشهد، وهو الذي اختارها وأصر عليها وكان يحلم بها ويتمناها ويسأل الله دائما. ثم بعد ذلك اختار كيف يحشر. حسن نصر الله سيحشر مع الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، كما يقول الله تبارك وتعالى عن الشهداء. حسن نصر الله لا يمكن أن يقارن بأي آخر، لا يمكن أن تقارنه بأي آخر. لهذا حين ذهب حسن نصر الله أسس، وهذا عزاؤنا، وإلا إحنا ما كان لنا أن نتكلم. إذن هنا السؤال، ما هو تأثير استشهاد السيد حسن نصر الله على أبناء القوم؟ الآن منذ يوم أمس واليوم وغدا لعله بعد هذا بيومين أو بثلاثة، أنا موافق من أن المقاومة التي زرعها حسن نصر الله في أبنائه في لبنان أولا قادرة على أن تؤسس من جديد، وبدأوا يؤسسون من جديد الآن، تتأسس ليس من جديد لأنهم مقاومة بالغة لهم مستويات عالية، لكن هم الآن يعيدون أوراقهم. الخطوات الأولى تمت، الآن الأمين العام سيتم أيضا إعلانه، وبعد ذلك تم عمليات التواصل بينهم، وسيواجهون إسرائيل وسيضربون إسرائيل وسيرغمونها على الخنوع التاريخي الذي ما زالت تمارسه. لهذا فإن العامل الذي يجب أن نقوله بخصوص السيد نصر الله وما تركه أنه ترك القوة وترك الإيمان. حسن نصر الله ترك بأنك يمكنك أن تصنع من لا شيء شيء، ومن العدم وجود، بإمكانك أن تكون مقاوما وأنت لا تملك سوى بعض صواريخ صغيرة، وقد قال هذا في خطاب من خطاباته بأن في يوم من الأيام لا نملك حتى غير صاروخين صغيرين اثنين، وقارعنا بها الاحتلال الصهيوني العتيد بين قوسين الإسرائيلي. هذا هو حسن نصر الله.
عند هذه النقطة الكريمة اسمح لي أنتقل إلى ضيفي عبر سكايب حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله. سيد حزام إذا كنت تسمعني، كيف تلقيتم خبر استشهاد سيد حسن نصر الله الأمين عام لحزب الله؟ أحياكم الله، أحييكم حتى المشاهدين الأعزاء وأحييكم. في الحقيقة خبر استشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله بالفعل كان صدمة بالنسبة لنا، ولكن مع ذلك نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء وفعليين، ومثله مثل السيد حسن يعني حتما أن يرتقي إلى هذه المنزلة وأن تكون هذه الخاتمة طبيعية لشخصية قيادية مجاهدة مؤمنة مخلصة صادقة. بالتأكيد هذه هي الخاتمة الطبيعية لمثل هؤلاء العظماء، وبالتأكيد كان هنالك صدمة وحالة من نوعا من الإرباك، ولكن مع ذلك لا سيما نحن في اليمن متعودون على هذه الحالة، وحصلت كثير من الضربات لا سيما في استشهاد القادة بدءا من السيد حسين بدر الدين الحوثي ووصولا إلى الرئيس صالح الصماد، ولكن مع ذلك امتصت تلك الصدمة، ولا سيما وهنالك حالة من الثباتية من الإيمان من الوثوق بالله سبحانه وتعالى وبعدالة القضية وبعدالة ما تحرك به الشهيد القائد حسن نصر الله. تحرك في إطار مبادئ وقيم ومواقف ثابتة وراسخة ومتسقة مع الفطرة، مع الإنسانية، مع الدين، مع القيم الوجودية والإنسانية. لذلك هذه القيم هي الباقية وهي التي ستستمر، وحتما بأن تلك الدماء الزكية والطاهرة ستخلق وستولد كذلك مزيد من الانتصارات وكذلك الكثير من الانكسارات للعدو، لا سيما وفي اللحظات الأولى رأى العدو نكال أعماله عندما تهافتت عليه الصواريخ من كل حدب وصوب، وبالتأكيد ما هي إلا رمزية لما سيؤول إليه الوضع بعد استشهاد الشهيد القائد السيد حسن نصر الله. طيب سيد حزام، يعني استطاع السيد حسن نصر الله بناء ثقافة مقاومة حقيقية مبنية على أسس صحيحة على كل المستويات الدينية العسكرية السياسية الثقافية، بالتالي في الوقت الذي الكثير من الدول العربية تنأى بنفسها وتعلن الانهزام، كيف تعلق؟ طبعا السيد حسن نصر الله كان في موقع القيادة والقدوة، كان يعتبر رمزية إلهام لأبناء الأمة بشكل عام، بل ولأبناء الإنسانية لكل مستضعف ومظلوم في إطار التحرك المحق والحق وإقامة العدل والقسط وكذلك إرساء مبادئ العدالة في هذه الأرض. لذلك هو يعتبر رمزية لهذا المسار، فكان بصدقه وبإخلاصه بجهاده بإيثاره بالتأكيد تنعكس كذلك على قناعات الناس، حتى كما تحدث ضيفكم الكريم حتى على مستوى نفسيات الأعداء، ولا مقارنة بأنظمة سواء أنظمة وظيفية أو حتى الأنظمة العادية الطبيعية. لرمزية السيد حسن نصر الله وكذلك إخلاصه وجهاده وصدقه والتزامه وارتباطه بالله سبحانه وتعالى وبعدالة هذه القضية، فقد كان يعتبر مصدر إلهام للشعوب الحية، للشعوب الحرة، للشعوب المظلومة المسحوقة، ولأبناء الأمة بشكل عام. وما نفذت تلك الجريمة بذلك الكم الكبير من المتفجرات وبتلك الهالة الكبيرة والاحتفائية التي حظيت بها الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي ومنافقي العرب، وتلك كذلك الحالة من الصدمة في وجه الكثير من أحرار الأمة والعالم، إلا لرمزيتها الكبيرة والعظيمة ولمحوريتها. طيب سيد الكريم، وأنت تتحدث قبل قليل كانت هنالك غارات على اليمن، ميناء الحديدة وأيضا محطة كهرباء، ما هو الوضع الآن في اليمن؟ الحمد لله هنالك حالة من الالتفاف حول القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وحول المواقف المساندة والمرتبطة بالقضية الفلسطينية والمساندة والمناصرة لأهلنا في لبنان
وكذلك في مسار الرد على هذا العدوان وعلى كذلك استهداف الشهيد السيد حسن نصر الله. بالنسبة للغارات هي غارات استيرية وغارات جنونية ولن تطال من عزيمة اليمنيين، وإن طالت من الأرض في شيء. الحمد لله كان هناك ترتيبات مسبقة من الجانب التمويني للمواد النفطية والتموينية وكذلك لمحطات الكهرباء، لأننا نعلم بخصة العدو وبدناءته أنه سيستهدف أشياء متصلة بحياة المواطنين. لذلك تم اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات اللازمة والبدائل اللازمة، ونقلت المواد التموينية من الخزانات والصهاريج التي تم قصفها، وكذلك تم معالجة البدائل وإيجاد بدائل موضوع الكهرباء وما تلك الضربات أو غيرها أو ما سيأتي. وهل ستستمر عملياتكم العسكرية ضد المصالح الأمريكية؟ مسار المواجهة مع الأمريكي هو مستمر وبوتيرة عالية، وسواء على المستوى البحري أو كذلك قد ربما توصل إلى مستويات أكبر وأعلى في هذا المسار، لا سيما وهو لم يرعوي في دعم الكيان الإسرائيلي لاستهدافه وإمعانه في ارتكاب الجرائم بحق أهلنا في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق، إضافة إلى أن مسارنا طويل مع هذا الكيان الذي استمر العدوان على الشعب اليمني طيلة أكثر من 10 سنوات. لذلك هو مستمر، المعركة البحرية على وجهها. كان هنالك قبل أمس الأول عملية بحرية واسعة واشتباك بحري كبير استهدفت من خلاله 3 قطع حربية أمريكية، وهنالك فرار حتى لحاملات الطائرات في هذا المنوال، وقد مرغ أنف أمريكا وبريطانيا الوحل في البحر الأحمر وفي الهندي وفي العربي، وكذلك وصولا إلى البحر المتوسط. ومع ذلك خطنا ومسارنا طويل مع هذا الكيان حتى زواله. أنا أشكرك جدا، أشكرك. أبقى معي سيدي الكريم، أنتقل مرة أخرى للدكتور عبد الأمير العبودي. دكتور عبد الأمير، يعني الكثير يقول أن نتنياهو خصوصا يوم أمس تحدث بطريقة عنجهية وغطرسة وكأنه حاكم عسكري وشرق أوسط جديد، وبالتالي تمادى كثيرا. أين إيران من كل هذا؟ يعني بداية لابد أن نؤكد أن الذي كان يحول بين نتنياهو وأن يتحدث بالطريقة التي أشرت إليها يبدو هو سيد نصر الله، وهذا كلام يبدو لي نحن بحاجة إلى التفصيل فيه. هل أن السيد نصر الله هذا الشخص أو حزب الله هذا الفصيل كان قادرا على أن يغير برمجة هذا الكيان الذي هو مدعوم ومتخم بكل عناصر القوة؟ هذا شيء يعني يبدو لي بحاجة إلى الإشارة إليه على أنه عامل فخر كبير بالنسبة للسيد نصر الله ولحزب الله. ثانيا في موضوع إيران، هذا الكلام ردد كثيرا وما زالت العالم يقولون ذلك الكلام. بالحقيقة أولا أن الإيرانيين أوكلوا للسيد نصر الله إدارة أمره واختار هو الذي يريد، ولم يملوا عليه كما يقولون هم. نحن لم نملي على السيد نصر الله وعلى مقاوم من المقاومين، نحن ندعمه معنويا على الأقل، لم نملي عليه إراداتنا، فعليه أن يختار. واختار السيد نصر الله هذه الإرادة بملء إمكاناته العظيمة وقيادته الفذة. في غير هذا أصلا أن الموضوع ما زال في يعني متداول، نحن ما زلنا في الأمر، نحن ما زلنا أن الرد الإيراني يتقدم يتأخر. هذه حكمة الإدارة الإيرانية، قدرتها على اتخاذ القرارات متى شاءت، وليس لمحلل سياسي أو لرجل أو امرأة أو مذيع أخبار أو مقدم برامج أن يسحب الجمهورية الإسلامية لأن تتخذ قراراتها من خلاله، وهذا كلام مغاير كثيرا. يعني في النقطة الأخرى أيضا، احنا خبرنا إيران في كثير من المنازلات، وهنا لابد لي أن أسأل العالم، كل العالم، هل رأيتم إيران هزمت في واحدة منها؟ وهذا الكلام طبعا يسحبنا إلى أن نتساءل أيضا، هل نجحت في كلها؟ نعم، مثلا في كل يعني كانت منازلة الإيرانيين وهم يدعمون الرئيس السوري، كان قاب قوسين، لا ليس كان قاب قوسين وأدنى من الهزيمة والانكسار، بل هو خلاص حزم كما يقال أمتعته وحقائبه للرحيل وانتهى الأمر. حين دعمت إيران الأخوة في اليمن ووقفت معهم رغم أن الوقوف معهم صعب، أنك أن تقف مع المغلوب أو من تعتقد بأنه سيغلب، حين دعمت العراق
وحين دعمت العراق. تعرف تماما أن ثلث العراق سقط بيدي هؤلاء القذرين الدواعش، لكنها حين دعمت، وأيضا بنفس الخطوات الوئيدة أيام الحاج قاسم رحمة الله عليه، وأيضا وعيد كل شيء. أيضا لنذهب إلى نقاط أخرى ليست فقط هذا، حتى في لبنان، في لبنان حدثت المعجزة في الدعم الإيراني، وصلوا إلى مراحل لا يمكن أن يصل إلى أحد. أقصد في أي ملف، في أي ملف تضع الجمهورية الإسلامية يدها فيه تنتصر. هذا الملف إلى الآن لم ينتهي، وما زال الإيرانيون يرتبون أوراقهم، وما زال اللبنانيون معهم يرتبون الأوراق، والمقاومة في المنطقة كلها ترتب الأوراق. أما عنجهية نتنياهو فنحن خبرناهم وعرفنا اليهود وعرفنا كيف يفكرون، ولطالما أولمرت قال ذلك في 2006 لو تتذكر، ووزير دفاعه حينها علي عازر أعتقد، نعم، كان حينها كانوا وصل المرحلة أنهم فكروا أين نبعث حزب الله، في أي مكان اختاروا له في أفريقيا، بعضهم قال لهم اذهبوا به إلى العراق، بعضهم اختار له أن يقتلوا جميعا ولا وهكذا. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ انكسرت هذه الإرادة الشريرة وانتصر المقاومون كعادتهم. أقول الأمر يحتاج إلى تهدئة أولا، ثانيا أن يذهب السيد نصر الله شهيدا. الناس تريد نصر الله، ونصر الله يريد الشهادة، والله يريد نصر الله، فكيف يمكننا أن نحل هذه الثلاثية الملتبسة؟ الناس تريده لها لأنفسها، تريد أن تنتصر دائما، أن تبقى مع القائد، لكن القائد يريد أن نذهب إلى الجنة، القائد يريد أن خلاص يعني 64 سنة من حياته أنفقها كلها بالجهاد، والله تبارك وتعالى يقبض إليه أحيانا الأئمة المعصومين من لم يبلغ 30 من عمره، وأحيانا القادة العظام من لم يبلغ أيضا 30 و40 من عمره، زيد بن علي أيضا، القادة الكبار من وصل إلى 30 سنة الإمام العباس عليه السلام، الذين يقبضهم الله بأعمار يعني قريبة وقليلة، هذا لتكامل، أنا هكذا أعتقد. ما الذي يمكن أن يحصل عليه بعد ذلك السيد نصر الله لنقول له أنك يجب عليك أن تحصل على كذا وكذا حتى تستشهد؟ خلص، باعتقادي المتواضع أن السيد نصر الله وصل إلى قمة ما يمكن أن يصل إليه الإنسان على مستوى التاريخ، وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. ماذا يريد بعد نصر الله؟ مقاوم من طريق من طراز مختلف، ومتحدث من طراز مختلف، وورع من طراز مختلف، وصادق من طراز مختلف، وصاحب كبرياء من طراز مختلف، وصل إلى كل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك انتهى بالشهادة. ولدت العديد من المقاومين الذين سيمشون على نهج. يا عمي يا عزيزي، هذه المدرسة أولا مدرسة أهل البيت المليئة بالشهداء القادة. نحن قلنا هذا في غير مكان وغير مرة، نحن أمة قادتها شهداؤها، هذه الأمة التي دائما يقودها شهداؤها. كان علي بن أبي طالب يتقدم الصفوف، كان رسول الله يتقدم الصفوف، كان الحسن يتقدم الصفوف، والحسين هكذا، وكل الأئمة. لذا فنحن حين نقدم الشهداء نعلم تماما بأن هنالك من يبقى ويقود ويؤسس. يا سيدي، كل واحد الآن من أبناء حزب الله قادر على أن يقود المرحلة القادمة لسببين رئيسيين: أولا لما يملك من مواهب عالية وفذة، وثانيا لأنه وجد أن السيد نصر الله كان قد مهد له كل شيء. السيد نصر الله أسس للمقاومة طريقا لا يمكن أن يقوم أي أحد غير سيد نصر الله به، أسس وأشرف بنفسه واشتغل بطريقة دائمة يعني حتى وصلوا إلى ما وصلوا عليه الآن. ولك أن تتخيل كيف كانت المقاومة وكيف صارت. تعلم تماما أن الإسرائيليين كانوا يمتهنون النساء أمام أعين عوائلهن في الجنوب اللبناني، وكان الإنسان الشيعي الذي ينتمي لمدرسة أهل البيت في الجنوب اللبناني كان ممتهنا حتى في بيروت، وما كان لهم حتى مقعد في المجلس النيابي، وما كان لهم أن يقولوا كلمة. عليك أن تذهب إلى بيروت وأنت تعرف ذلك جيدا، وانظر إلى الكبرياء لدى أتباع أهل البيت هناك، وانظر إلى الكبرياء لدى المقاومين هناك. كل هذا صنعه المقاوم الكبير السيد حسن نصر الله. ولذا فأنا أعتقد بأن من يأتي بعد نصر الله نعم سيتعب كثيرا، لأنه لن يرقى إلى مستواه، هو متعب للآخرين، مرهق لهم، لأنه بلغ من المديات ما لا يمكن أن يصل إليها أحد، لكنه أسس لهم تأسيسا عاليا على ما أعتقد، وهذا مسألة مفروغ منها لما يمتلك من مؤهلات وما يمتلك من أشياء وصل إليها. نصر الله صادق،
وصل بصدقه، توكل على الله وصل بتوكله، آمن بعدالة قضيته وصل بإيمانه. أن نصر الله كان واضح الملامح وواضح ما يريد، على بينة من ربه وعلى بينة من نفسه، ذهب بقوة ووصل. وحتى في أيامه الأخيرة حين طلب الإسرائيليون منه أن يفصل بين قضية غزة وقضية لبنان، كان بإمكانه أن يصنع ذلك، لكن هو استشهد من أجل الآخر الذي يختلف معه في العقيدة ويتفق معه في الدين، يختلف معه في وجهة نظر معينة لكنه يتسق معه في ماذا؟ في المقاومة وفي الأخوة وفي الأرض وفي الدين وفي القبلة وفي كل شيء، في الصوم والصلاة وما إلى ذلك. لهذا اختار هو أن يقدم نفسه أضحية لنجاح موضوع عام ومقاومة عامة في الشرق الأوسط، ونجح حين وصل إلى الله تبارك وتعالى. طيب سيد حزام، إذا كنت تسمعني. نعم أسمعك. يعني أنتم في اليمن كيف تتعاملون مع الحرب النفسية والإعلامية التي يستخدمها الكيان بغية تفتيت وحدة الموقف؟ طبعا نحن في إطار المنهجية نعتمد على القرآن الكريم ونعرف نفسيات اليهود من خلال القرآن الكريم ومن خلال تعاملهم مع أنبياء الله ومع رسل الله ومع أعلام الهدى ومع كذلك على امتداد تاريخهم الإجرامي، لديهم نفسيات خبيثة وكذلك يستخدمون الحرب النفسية بشكل كبير، فلذلك لا ضير في ذلك. فالشعب اليمني مشبع بالثقافة القرآنية، ثقافة آل البيت، لدينا بفضل الله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يبصر الأمة من وقت لآخر في هذا المسار، وكذلك هنالك قضية أكبر من ذلك والناس مستعدين أن يقدموا الغالي والنفيس من أجل هذه القضية ومن أجل نصرة الحق ومن أجل إزهاق الباطل. لذلك تبنينا شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل منذ الوهلة الأولى ومنذ البداية، ولذلك واجهنا المخاطر، ولن تكون أي خطر على الأمة وعلى الشعب اليمني أكثر من ذي مضى. ماذا سيصنع اليهود أو ماذا ستصنع أمريكا على سبيل المثال الشعب اليمني بعد ما صنعته أكثر من ثلثي يعني مليون غارة جوية خلال 10 سنوات، يعني آلاف الأطنان إن لم نقل ملايين الأطنان من المتفجرة ألقيت على اليمن، قصفت مئات وآلاف المساجد والمدارس والمستشفيات والطرق، ويعني يستهدف اليمن طولا وعرضا بكل أنواع القصف والاستهداف وصولا إلى الحصار الخانق والمطبق والذي لا يزال. يعني هل تعلم أنت والسادة المشاهدين وضيفكم الكريم أن اليمن لا يزال محاصر ومحاصر بشكل مطبق جدا، يعني على كل المسارات والمستويات البرية والبحرية والجوية، لا توجد في اليمن سوى رحلة جوية وحيدة إلى منفذ أو إلى وجهة واحدة وهي الأردن عمان للمرضى، يعني في ذا السياق. ميناء الحديدة كذلك عدا للجوانب الإنسانية بعد أن يجري تفتيشها لأشهر عديدة في جيبوتي، الوضعية لا زالت والمعاناة لا زالت، ولكن مع ذلك مستعدين أن نتحمل أكثر وأكثر وأن نضحي بالغالي والنفيس في مسار إزهاق وإزالة هذه الغدة السرطانية الجاثمة على قلب الأمة، وكذلك مواجهة إزالة هذه الغدة السرطانية. سيدي الكريم، إزالة هذه الغدة السرطانية ماذا تحتاج من جبهات الإسناد؟ الواحدية مهمة جدا، لو لم يكن إلا في إطار واحدية التنسيق، ربما هنالك بعض الاعتبارات لبعض الفصائل وبعض الدول في إطار المحور، ولكن مع ذلك يكفي أن هنالك تنسيق مشترك وأن هنالك عمليات مشتركة وأن هنالك واحدية في إطار الموقف، ولكل قدرته واستطاعته وحساباته في إطار تنفيذ العمليات العسكرية وكذلك تنفيذ مسار الإسناد والنصرة لأهلنا في غزة. ولكن هنالك جهود مع ذلك عظيمة جدا تقدم من الكل بلا استثناء، الجمهورية الإسلامية ما فتئت في دعم وإسناد أهلنا في غزة منذ البداية، بل وقدمت تضحيات الجسام، قادة عظماء ارتقوا سواء في سوريا أو في لبنان وفي مسار كذلك العمليات المباشرة باستهداف الكيان الإسرائيلي كما حصل في
الوعد الصادق، ويعني لم يبخلوا بالقليل ولا بالكثير في غزة، إضافة إلى الجبهة الساخنة والمحتدمة وهي الجبهة اللبنانية على امتداد أكثر من 120 كيلو متر على الحدود اللبنانية، وهي جبهة ساخنة وارتقى كثير ونقول المئات من الشهداء، وآخرهم ورمزهم والكبير على مستوى المحور كذلك السيد حسن نصر الله، وقادة عظماء وعظام كبار، إضافة إلى الأخوة في العراق، وإضافة كذلك إلى الأخوة في سوريا، لا ننتقص من كل جهد يقدم في هذا المسار. لذلك ما ستشهده الأيام المقبلة في إطار مسار الصراع مع العدو الإسرائيلي هو المزيد من التلاحم، المزيد من التنسيق، المزيد من تسديد الضربات وبوتيرة وبقوة عالية، لا سيما وقد تجاوز العدو العديد من الخطوط الحمر، بل كل الخطوط الحمر تجاوزها، كسر كل قواعد الاشتباك، وصل به الحال إلى القصف، إلى 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 والعدوان على طهران، على بيروت، على مناطق في الحديدة، على هذه كلها بالتأكيد ستنعكس على العدو بالنكال بالويل، ستنعكس على العدو في إطار تنسيق المواقف، تنسيق الضربات المشتركة، تنسيق العمليات في بل على المسار الاستراتيجي، طيب. كذلك في الوصول إلى زوال وإزالة هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة. دكتور عبد الحميد، بخصوص ردة فعل أبناء المقاومة في إرسال الضربات والصليات الصاروخية في أماكن محددة ومهمة جدا داخل الكيان، كيف تقيم هذا الأداء؟ هل هو أداء ينسجم مع التخطيط الميداني الصحيح، أم تحكمه العاطفة، أم أن حزب الله فقد البوصلة؟ النقطة لابد من أن أشير إليها. الأولى أن الذي يحدث الآن من ردة فعل لا تتسق وحجم الكارثة، ما يحدث الآن من تفجير هنا وتفجير هناك، وكنت أتمنى أن لا تثار هذه الأشياء لئلا يقال بأن هذا هو ردهم، وهذا مشكلة كبيرة. أتمنى مخلصا إن كان الرد بهذا المستوى أن لا يستمر طويلا، يعني لأن هذا سيبعث الأمل في قلوب المحتلين والمغرضين والشامتين من أن هو هذا ردهم، والحقيقة ليس هذا هو الرد. الرد وضع آخر. حتى حزب الله لم ينفق من ترسانته حتى 5%، ولم يقدم من الشهداء. طبعا تعرف تماما أن حزب الله لو كان يتألف من 10,000 وقدموا لنقل مثلا ألف، يعني حتى ماكو ألف، لأنه من خلص أبناء حزب الله لم يستشهد كثيرون، إذن لم يقدم حتى 10%. الترسانة موجودة والأبناء موجودون. أنا بالحقيقة ما كنت أتمناه أن لا ننسحب إلى فكرتين. الأولى هي فكرة الاغتيالات التي نجح بها الإسرائيليون تاريخيا، اليهود من 5,000 سنة وهم يدبرون الاغتيالات للآخرين وينجحون، يفشلون في الحروب، لا يواجهون في المعارك، ينهزمون سريعا كما حدث في 2006 وكما حدث في أكتوبر مع الفلسطينيين، لكنهم ينجحون تماما بالاغتيالات. نحن نفشل بالاغتيالات، لم ننجح باغتيال سابق أعتقد، لكننا نجحنا بالمواجهات. لا يمكن لهم أن ينجحوا في المواجهة، صرخوا كالنساء بمواجهة دراجات نارية قادها كتائب القسام. لذلك أنا أقول لا ننسحب أولا إلى هذه النقطة، نقطة الاغتيالات. يجب أن تكون هنالك حرب حقيقية على مستوى الأرض، وإذا تهور الكيان وقاد دباباته وسط الأرض اللبنانية فستكون مقبرة كما كانت في مارون الرأس وبنت جبير في 2000. لكنه مرتاح يا سيدي الكريم على هذه الضربات الجوية. نعم. في المقابل، في النقطة الثانية، وهذا ما أود أيضاً أن أؤكده، أني أريد أن يعني كيف انسحبنا إلى هذه النقطة دون أن ندري، يعني كيف؟ يعني كان حزب الله بقيادة سماحة السيد الشهيد، كان حزب الله بقيادة هذا الرجل العظيم، كانوا يقومون بدور الإسناد لغزة. دور الإسناد ما الذي يحتاجه منك؟ يحتاج منك مشاغلة، ضربة هنا وضربة هناك، والإسرائيلي أيضا هو الآخر كان يخشى من حزب الله، كان يقوم بضربة هنا وضربة هناك، إلى أن حدث الذي حدث، أن الإسرائيلي يعني
هكذا هم يفكرون يعني بطريقة ما يمتلكون من تكنولوجيا عالية وطائرات حديثة، أخذوا يضربون حزب الله وجسد حزب الله والجسد اللبناني بمناطق عديدة ومتعددة، وبدأت الاغتيالات تكبر وتكبر. حزب الله صار أمام نقطتين واضحتين أو نقطة كبيرة واضحة، هل يقوم هو بالاغتيالات؟ عفوا، هل يقوم بالهجوم على حزب على إسرائيل، على فلسطين المحتلة؟ هل يقوم هو بأن يفتح البوابة واسعة لحرب إقليمية كبيرة، أم أنه يبقى ضمن مشاغلاته الأولى؟ وهو اختار أن يبقى ضمن مشاغلاته الأولى لأسباب عديدة، حتى التزم بقواعد الاشتباك، قواعد الاشتباك، وصنف على أنه إرهابي. نعم، وفي حين الآخر لا قواعد اشتباك ولا حقوق إنسان، وما زال يدعم من قبل حتى مجلس الأمن الدولي. لهذا هذه هي المشكلة التي لدينا الآن. إلى الآن هل تفتح الحرب على مصراعيها مع إسرائيل أم لا؟ هل ندخل بمعركة إقليمية كبيرة تخوضها الشرق الأوسط كاملا أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير، يجب أن نحدد البوصلة ونذهب باتجاه الأخير، لأن الإسرائيلي لا يفهم غير لغة الحرب، وخذها مني ويعلمه الآخرون. هذا نتنياهو قبل حوالي شهرين من الآن، أو على الأقل شهر من الآن، ولنقل إذا كان قبل سنة قبل غزة، كان يحلم بإشارة من حزب الله، وكان يحلم بإشارة من إيران، وكان يتمنى أن، وإلى الآن هم لم يؤشروا له. الآن ما تفضلت به من أنه كأنه حاكم عسكري وبأنه يقوم بأشياء كبيرة، نعم هذا لأنه دعم بشكل لا يصدق من قبل أوروبا وسكت والغرب العرب. وسكت الغرب كعادته، يقتل طبعا ما العرب إذا كان ثم تعراب للهزيمة وللخنوع والانكسار. العرب ليسوا أقصد أنا القادة العرب، الحكام العرب. هنا أنا أقصد أنهم، شوف مرات أنت تعرف تماما، يقال بأن المرأة الغير سوية الزانية في المنطقة تتمنى أن تكون كل نساء المنطقة أيضا تبيع شرفها مثلها، حتى أولا ماكو أحد أحسن من واحد، وثانيا حتى تأخذ راحتها بالعمل. الحكام العرب يكرهون نصر الله، يحبون في دواخلهم أنا على يقين، كما كان أعداء علي يعشقون علي في دواخلهم، لكنهم يقولون بكرهه. لماذا؟ لأنه يذكرهم بهزائمهم. ما كان يقوم به نصر الله يحرج العرب، لذلك تمنوا على إسرائيل أن يخلصونهم منه، ويخلصونهم من حماس، ويخلصونهم من إسماعيل هنية. هذا المشروع العربي هو مشروع الخيانة الرائد التاريخي الذي يحسنه القادة والحكام العرب، معروف هذا الكلام. لذلك أنا بالحقيقة أعتقد بأن الجبهة الأخرى التي يحتشد فيها الإسرائيلي والغربي والأمريكي والشامت هذه الأيام، وأيضا الخونة والعملاء والجبناء وكل الذين يصطفون، وأصحاب الـ هؤلاء الذين يسمون أنفسهم العربان، يعني أقول هؤلاء جميعا لن ينتصروا على رجل ميت وهو حسن نصر الله، لن ينتصر أحد على حسن نصر، هزمهم جميعا بلا استثناء، وهو الآن حسن عند الله تبارك وتعالى، وقد هزمهم بكل شيء بكل شيء. عند هذه النقطة اسمح لي أنتقل بدقيقة واحدة سيد حزام، إذا كنت تسمعني سيد حزام الأسد، تسمعني سيد حزام؟ إذا كنت تسمعني، يعني الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله يؤلم الكيان الصهيوني ومن يقف معه وهو شهيد، كيف توجه رسالة لأبناء المقاومة؟ طبعاً رسالتنا لأبناء المقاومة، بل ورسالة الشهيد هو المضي في درب الشهيد وتبني وحمل الراية التي حملها الشهيد، والمبادئ والقيم والجهاد والثبات والصدق والإخلاص في مواجهة هذا العدو الذي هو زائل، والذي هو بالفعل أوهن من بيت العنكبوت، وما رجوعه لمسار الاغتيالات إلا دليل ضعف ودليل نظامية ذاتية يعيشها هذا العدو. فلذلك حتما على أبناء الأمة، لا سيما في إطار جبهة ومحور الجهاد والمقاومة، أن يحملوا تلك الراية وتلك المبادئ وتلك القيم التي حملها الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله. ونشكرك جدا، كان معنا من اليمن حزام الأسد عبر سكايب، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، وأيضا كل الشكر والتقدير للدكتور عبد الأمير العبودي الباحث في الشأن السياسي. شكرا جزيلا. شكرا لك. وأنتم مشاهدين الكرام، التغطية مستمرة، كونوا معنا.